أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم مرة أخرى لاستكمال هذا اللقاء مع الأستاذ خالد الجهني. أستاذ خالد، سألتك قبل الفاصل عن انطباعاتك عن الوضع في السعودية بعد خروجك من السجن. خرجت بعد أكثر من عام إلى المجتمع الذي حصلت فيه تغييرات كبيرة فيما بعد، يعني من ضمنها مررت بوفاة الملك عبد الله، تحول السلطة إلى سلمان ومقرن، ثم لطاحة بمقرن وتولي محمد بن نايف ومحمد بن سلمان، إضافة إلى حرب اليمن، القضايا الاقتصادية التي حصلت في البلاد. يعني كيف كانت نظرتك وكيف كانت الأمور تجري في المجتمع السعودي حيال كل هذه التحولات التي جرت خلال هذه السنوات القليلة الماضية؟ مجتمع مثل مجتمعنا السعودي، الإنسان مسلوب الإرادة، يعني ليس له رأي ولا قرار في من يتولى ومن لا يتولى. هي عبارة عن أطماع داخل الأسرة الحاكمة وتنازعات، يكون ثم منتصر فيما بينهم وخاسر تبعا لولاءاتهم الخارجية. والخارج عادة يعني يرجح كفة فلان وكفة فلان، ولا أدل على ذلك من عدم الثبات على تشكيل واحد في فترة قصيرة. هذا يعزل، هذا يولى، هذا ينتصر، هذا يخسر، وهكذا. يعني الإنسان السعودي ليس له علاقة فيما يحدث، ولا يخصهم من الأمر إلا أن كما يعني يقول المثل العامي، الذي يأخذ أمي أقول لها يا عمي. يعني من ضمن الأمور التي حدثت إعلان الحرب في اليمن، يعني هذه تمس المواطن السعودي، يقتلون، قتل الكثير في اليمن، هنالك أيضا الآن مناطق حدودية في اليمن تتم مهاجمتها ردا يعني على هذه الحرب. المعركة الآن انتقلت إلى العمق السعودي، إلى جيزان، إلى نجران. يعني كيف يتلقى المواطن السعودي هذه الأنباء؟ يستمع المواطن السعودي لمثل هذه الأخبار، يعني لا يستطيع أن يعبر عن رأيه في الحرب إلا أن يعني السمع والطاعة لولي الأمر. هذا كل ما يستطيع المواطن السعودي أن يعمله. لا شك أن هذه حرب عبثية ظالمة لجار، واستئساد على جار ضعيف. ولا شك إذا وازننا موازين القوى العسكرية، هي عبارة عن استئساد على جار ضعيف وقتل بالطائرات لمجاميع بشرية جارة وعربية وتتفق معها، وكنت طيلة هذه الأعوام لم يحدث بينك وبينها أي إشكال، وفجأة يأتي قرار الحرب العبثية هذه ويحشد لها حلفاء من كل الدنيا لحرب مجاميع بشرية سلاحها بسيط ومحدود، وكانت فقط عملية قتل ولم يقدروا عليها، بل نقلت المعركة إلى العمق السعودي. ولم يستطيعوا، لأن هذا الكيان الفاشل لا يستطيع أن يشن حربا حقيقية. هو حروبه الماضية والآتية كلها حروب مادية، يدفع ليحارب بالنيابة عنه، لا يملك جيشا حقيقيا، لأن وجود جيش حقيقي في البلد ولا شك أنه يشكل خطر على الأسرة. فلذلك هم يريدون حربا بلا جيوش، فيستثمرون بأموالهم لقتل الناس عن طريق استجلاب قوات لتقاتل باسمهم ولتحارب عنهم، وهو فشل حقيقي وذريع. لأنك بدون أن تكون تملك جيشا حقيقي له عقيدة قتالية تنتمي لبلده وليس لدافع المال، عبارة عن حروب مرتزقة ليست حروبا حقيقية. المال وحده لا يكفي، تحتاج إلى جيش حقيقي حتى تحارب. بالنسبة إلى عملية الإعدام الجماعي اللي صارت مطلع هذا العام، يعني 47 شخص من ضمنهم
الشهيد النمر، من ضمنهم حتى قصر مثل علي ربح، يعني ومتهم بارتكاب والمشاركة وعندما كان يعني قاصرا وتم إعدامهم. يعني كيف تلقى المجتمع مثل هذه الأنباء يعني بصورة عامة؟ هل هنالك يعني اكتراث أم لا مبالاة أم تأييد لما حصل؟ لا يمكن أن تستقرئ رأي الشارع السعودي في مثل هذه الأشياء، لأنه بلا رأي، والحاكم هو فقط من يقرر ذبح من يشاء، لأنه ليس هناك محاكمات حقيقية لقتل هؤلاء. ولا شك أن العملية كان يقصد بها الانتقام من الأخوة الشيعة في الشرقية بقتل هذا الرجل، لأنه لا أعتقد أن التعبير عن الرأي جريمة تستوجب القتل في أي عرف، فضلا عن قضاء أو دين أو أي شيء. نعم. أستاذ خالد، يعني قبل أن ننهي المقابلة بقيت عدة أسئلة أرجو الإجابة عنها باختصار، من ضمنها أنه أنت قلت أن الحكومة تحارب الجماعات المتشددة، إذن ما سر هذا التأييد الكبير للجماعات الإرهابية في المجتمع السعودي وفقا لكثير من الدراسات والإحصائيات اللي تنتشر في الخارج هنا في أوروبا، أن هنالك تأييد كثير مثلا للفكر الداعشي؟ ما هو السبب، يعني لماذا المجتمع السعودي يؤيد مثل هذه الحركة؟ الحقيقة أن المال السعودي نشر الفكر المتطرف داخل وخارج السعودية. آل سعود طبعا منافقين ولا يؤمنون بهذا الفكر، إنما يستغلونه لأهداف سياسية، لإضفاء الشرعية على حكمهم. نعم. لإضفاء الشرعية عليهم يستخدمون الإسلام الوهابي، لكنهم لا يؤمنون به، لكنهم ينشرونه بقوة في العالم، وهو لا شك أنه فكر هدام ولا يؤمن بالتعددية ولا يؤمن بالحرية، فهو استئصالي. نعم. تم عزل الآن في مؤتمر غروزني، علماء السنة حضروا ومن ضمنهم الأزهر وأخرجوا هذا الفكر يعني من قائمة الفرق الإسلامية السنية. نأتي قبل إلى الحديث عن خروجك من السعودية وقرارك في يعني مغادرتها، كيف رأيت الوضع الاقتصادي بعد هذه الأزمة التي حصلت؟ كيف كان الوضع؟ يعني الوضع الاقتصادي كان في النهاية وضع خانق، وكان يعني تبعات هذه الحروب وتبعات هذه الأزمات الاقتصادية كلها فقط تنصب على المواطن العادي، على الإنسان. فالمفروض الذي ينبغي أن يتأثر بهذه الأزمة فقط هو الإنسان. آل سعود مخصصاتهم حاشيتهم لا تطال بأي أذى من هذا التقشف، التقشف فقط على الإنسان السعودي. هل تتوقع أن ينتفض المواطن السعودي أم يستمر بهذه الحالة من السكوت يعني ولا مبالاة؟ عندما يطال الأمر لقمة العيش فلا بد أن يتحرك الإنسان مهما كان مدى إذعانه لهذه السلطة الظالمة، لكن لقمة العيش أيضا. إذن هنالك احتمال نعم بالتحرك. نأتي الآن إذا تحدثنا عن قرارك بالخروج من السعودية، لماذا قررت الخروج وكيف استطعت أن تخرج؟ تثار أسئلة عديدة من الكثير يقول كيف استطاع أن يخرج من السعودية، كيف سمحوا له بالخروج؟ وفي الحقيقة أنا لما خرجت من السجن بعد المحاكمة حكمت مرتين، في الأولى قالوا أن عليك منع من السفر 3 سنوات، وفي الثانية لم يأتي أي تطرق للمنع من السفر، فقلت لأجرب وسافرت لإحدى دول الخليج فلم أمنع، فعرفت أنني غير ممنوع من السفر، لكني سافرت عدة مرات لعدة دول، كان ثم ملاحقة ومتابعة من أجهزة الاستخبارات، لكن لم يكن ثم منع من السفر. إذن كيف انتهى بك المطاف في لندن؟ أيضا لندن كانت جولة سياحية أخرى، لكن حدث ما لم يكن في الحسبان، فتم سرقة جوازي، وكان أمامي إحدى خيارين، إما أن أرجع إلى السعودية
إصدار جواز أو البقاء في لندن. يعني تراجع السفارة لإصدار جواز. راجعت السفارة لإصدار جواز فرفضوا إصدار جواز بدل فاقد لي، فقالوا اذهب إلى الرياض واستخرج جوازك من هنا. كيف يمكنك أن تذهب وأنت ما عندك جواز؟ يعطونك ورقة عبور للذهاب. مجرد ورقة عبور للذهاب إلى الرياض، لكن أنا لم آتي إلى لندن لأبقى في لندن. كنت قد قررت أن أبقى أسبوعين في لندن ثم أتجه إلى الولايات المتحدة لأيضا أقضي هناك أسبوعين ثم أعود إلى الرياض، لكن بعد سرقة جوازي وذهاب الفيزا الأمريكية لم يكن لما ثم خيارات إلا. لماذا لم تأخذ الورقة وتعود إلى الرياض وتستخرج جواز طالما أنت غير ممنوع من السفر؟ اعتقدت أن المقصود من هذه العملية هو منعي من السفر. لأنه مجرد سحب الجواز بهذا الشكل كان وضع مريب جدا، لا سيما وأنهم يعني كانت معاملاتهم في السفرات الأخيرة تدل على أنهم تضايقوا من كثرة السفر. يعني هل فعلت شيئا ما مثلا يدفعهم إلى منعك من السفر؟ هم كان بإمكانهم منعوك بالسفر عندما كنت في السعودية، هل مثلا أدليت بتصريح، قمت بفعل معين بحيث أنه أو أنه أصبح لك نشاط على تويتر، بدأت تغرد في أمور سياسية أو لا ما كان؟ لا بلا سبب. الأمر الذي لم يتغير أنني أتحدث بحريتي في الأماكن التي أتواجد فيها كالعادة، كما كنت قبل اعتقالك. نعم كما كنت قبل اعتقالي، لكنهم ضيقوا هذه الأماكن بحيث أنني لم أعد أذهب إلى العمل. كنت أستلم راتب بدون أن أعمل مدة 3 سنوات، فالعملية كانت تضييق وحصار علي في أضيق الأماكن التي يستطيعون أن يفعلوا ذلك فيها. إذن أنت من أجل حريتك رفضت العودة إلى السعودية، لأنك تعلم لو عدت سوف تعيش في سجن، هي السعودية تحولت إلى سجن كبير. إذن أنت جئت، هل قدمت على طلب للجوء هنا وكيف كان التعامل معك من قبل السلطات البريطانية؟ تقدمت بطلب لجوء في بريطانيا بعد يأسي من استخراج جواز بدل فاقد من سفارتي، فعلمت أن الهدف هو تقييد حريتي أيضا، فالسفر كان المتنفس الوحيد لي من حالة الضغط التي أحاط بها داخل السعودية. فمدام أن الأمر وصل إلى هذا الحد فلم يعد ثم مجال للعودة إلى السعودية. أما تعامل الحكومة البريطانية معي فكان التعامل يعني عدم اكتراث الموضوع ولا بداية تقديمي في اللجوء، فأخذ الأمر بعدم الاكتراث. وشككت أيضا أنه قد يعني يتم إعادتي إلى العربية السعودية، ف يعني بدأت نشاطي في تويتر في بيان الأمر، وحتى يكون العالم كله على علم بما يحدث معه. وهم يعرفون لقاءك مع البي بي سي، اعتقلت بسبب المدة السنة، يعني السلطات تعرف كل ذلك. تعلم، أخبرتهم بذلك في لقائي معهم في الهوم أوفيس. أستاذ خالد شكرا جزيلا لك على هذه المقابلة الشيقة، ونأمل أن نلقاك في مقابلات أخرى إن شاء الله. شكرا لطيب فرصة. أعزائي المشاهدين شكرا جزيلا لكم لحسن المتابعة والإصغاء، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.